يا اسراف يا مؤمن يا اسراف ولك يا زلمه من يا عمي يعني نخرب شهر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد من غزه يا تركيا العربيه غزه تحيه من غزه في يوم الوفاء يا ام الوفاء والان نحن هنا في هذه الوقفة المشرفة في وقفة العزة والوفاء في وقفة المرأة الفلسطينية أراد الله لغزة أن تدرك بأن هناك دين بإذن الله عز وجل له من يحميه وله من يحرسه من أجل ذلك نقف مع تركيا اليوم نقف بنسائنا وبرجالنا وبحماسنا وبخسامنا نعم نقف مع تركيا لنقول إن الذي حاصر غزة هو الذي أراد أن ينجح الانقلاب في تركيا إن الذي يخنق غزة هو الذي أراد لأردوغان أن يخرج عن الخارطة نقول لمن حاصر غزة هنيئا لتركيا ولشعب تركيا بأردوغان هنيئا لتركيا وشعب تركيا بأردوغان نقف اليوم وآيات الله عز وجل تتجلى في تركيا التي نصرت الأمة ونصرت فلسطين بقيادتها المنتخبة والذين بغوا على تركيا بغيهم على أنفسهم قلب على شرعية شعبه فمصيره كمصير الانقلاب وسيمتثل أمام القضاء ليس أمام إرادة الشعوب إذا ما قررت الحفاظ على كرامة عضلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعلن بكل وضوح وجلاء وبلا مضاربة أننا نتضامن مع الشعب التركي ونعلن انحيازنا لحق الشعوب وإرادة الشعوب الحرة التي تصوت لمن ترغب ومن تشاء اليوم نعلن انحيازنا لإرادة هذه الشعوب اليوم نعلن وفاءنا لتركيا تركيا الشعب وتركيا الأحزاب الوطنية وتركيا القيادة الربانية المسؤولة نعم من غزة هنا من ميادين غزة المنتفضة إلى ميادين تركيا المنتصرة بإرادتها بشعبها بأحزابها بقيادتها بوزارتها برئيسها الملهم أردوغان تحية لتركيا العطاء والإباء والصمود تحية لحماس الجهاد تحية إليكم يا جماهير حماس إذ تفرحون